الطرق المرصوفة دليل على تطور شبكات الطرق في أي دولة، لكن تعرفون كيف يتم رصف الطرق؟ تعالوا معنا نشوف كيف. تتكون الطرق من 4 طبقات رئيسية. الطبقة الأولى هي طبقة الأرض الطبيعية واللي تتكون منها طبقة الأساس. يتم إضافة طبقة من الحصى، وهذه الطبقة أحياناً ما نحتاجها في حال كانت طبقة الأرض الطبيعية في حالة جيدة. تليها طبقة الأساس الأسفلتي اللي تتكون من الحصى المثبتة بمادة البيتومين، وهذه الطبقة من أهم طبقات رصف الطرق، بالتالي يتم دمكها على عدة مراحل. مادة البيتومين هي مادة نفطية سوداء عالية اللزوجة، يتم استخراجها من تقطير النفط الخام تحت ضغط عالي ودرجة حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية. وأخيرا الطبقة السطحية للطريق، وهي غطاء من الأسفلت لحماية طبقة الأساس، واللي بدورها تسهل مرور المركبات عن طريق تقليل الاحتكاك وتوفير النعومة المرغوبة أثناء القيادة. سؤالنا لليوم، ما هو اختبار قالب الأسفلت؟ للإجابة على السؤال اضغط على الرابط أسفل الشاشة.